وكلمة هذه رباتها مسؤولين النادي الافريقي من رئيس الجمعية للاعبين تاعين النادي الافريقي، اللي ما يحبش جاه ربي، اللي ما يحبش افريقي في الدم يخرج يخرج اسيدي يسترجم ويخرج منها برجولية يخرج. أنا راكم تعبتونا، راكم مرضتونا، ولادنا ماتت في جرف افريقي، ولادنا تعبت في جرف افريقي، أمراضنا أمراضنا أمراضنا، يمشوا فرحين يروحوا مرضى، تجلطنا في سبحان الله، حسوا بشوية يحسوا شوية بجمهور النادي الافريقي، بالحق ما يحبهاش من قلبه ما عادش يرتاح، وما يحبهاش من صميم قلبه من داخل ما عادش يلقى فيها، يهزوا بشاش ويروح الدار. ما عادش حاجة تبي تبني جمهور يمشي بالخمسة مئة كيلومتر ويروح في الليل، يعلم به ربي ويعلم بحالة ربي. ليه يا رسول الله؟ ليه الحالة دي وصلتونا؟ أخطونا أخطونا. أنا راني أم ثلاثة أولاد، كل ماتش للفريق نموت ونحي، كل ماتش للفريق نموت ونحي، نا أكثر منهم. نا رجع نا رجعت البارح نتاع الصباح ما رقدتش، الصباح ما رقدتش، ولادي جايين من تونس سيدي بوزيد، يعني بهم ربي يوصلوا ولا ما يوصلوش. نرجع داخل في دي في اصل من داخل شعلة شعلة، ما نباليش نبقى حية للصباح. بجاه ربي بجاه ربي بجاه ربي خل ترجع لفريقي اللي نحبوها، عمري 56 سنة بالحق لفريقي اللي نحبوها من القلب من داخل. اخطون خصوصا.